الناس طالعه تنكت. للاسف لما بيبقى فيه خطاب متطرف يمين قوي او شمال قوي، يعني في موضوع الزواج وموضوع عامل زوجك او ضد الزوج او ضد الرجال، يعني سواء الخطاب ده او الخطاب ده ما ينفعش ان احنا نمشي بيه، وما ينفعش ان احنا ننشره او نقتنع بيه او حتى ان احنا نروج ليه، يعني حتى على سبيل طبعا الفكاهة، سواء الجنسين المرأة او الرجل الاتنين رافضين الخطاب ده. تعالوا ما اقول لكم خطورة اللزاجة وخطورة الكلام اللي هو يعني ضد الفطرة، ضد حتى المعاملات الإنسانية، ضد حتى القواعد اللي أسسها الدين الإسلامي في موضوع الأسرة. وإحنا قلنا إن الإسلام هو الدين الوحيد اللي عمل قواعد للتعامل، عمل معاملات مالية واجتماعية وأسرية، معاملات بنوة مع أولاد أباء وأبناء وأباء والعكس. الدين الإسلامي الوحيد اللي اتكلم في عقيدة ومعاملات. فلما يجي خطاب مأفور قوي أو متطرف قوي أو لزج قوي، فبيعمل حاجتين، بيمسح الصح ويمسح الغلط. أنا رافضة اللزاجة فأرفض معاه حتى لو اتقال حاجة صح، ودي كارثة، ودي كارثة. يبقى أنا رافضة كل الخطاب اللي بيتقال وكل الكلام اللي بيتقال حتى ولو في حاجة غلط بسبب تغليفه باللزاجة. أنا ضد نظرية المؤامرة وان الدنيا كلها والكون كله مؤامره، ولكن يعني اللي بيحصل ده شيء ممنهج. كل فتره يطلع حاجه كده، يعني ما صدقنا نقصل في الناس، قال الله قال رسول الله قال الصحابه والعرفان، ما صدقنا مثلا الناس تقول. وعلى فكره اقسم يمين بالله عز وجل ان مهما حصل ومهما شرقوا وغربهم بتيجي، وانا بقول لك اهو بواقع خبره اكتر من 20 سنه في المجال، تيجي واحدة وتقول لك لا تؤمن بدين، لا تؤمن بإله، تقول لي أنا عايزة أسمع مني. تسمع مني أنا؟ تسمع مني أنت عارفة أن أنا قال الله قال الرسول على طول. تقول لك لا أنا عايزة أسمع مني الثقة المؤتمن. فالفكرة أن أنا أجيب خطاب لزج، أنتوا عارفين ما بسميش بس أنتوا فاهمين، خطاب لزج وبعدين يتقال عليه كلام ويا وصيفي وشتوي وخريفي وكلام ده، واذا كان مش عارفه يعني في مصطلحات حتى عيب انها تتقال. والكارثه حتى اللي يقولك ايه فرعونك، فرعون ايه؟ فرعون ايه؟ انتوا بترجعونا فاغرقناه، ده مش حاجه حلوه ان احنا نتمحك وانا اصلي فرعوني، لا انا مسلم، نهج النبي صلى الله عليه وسلم وقدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش فرعون اللي ربنا اغرقه، مش فرعون اللي عمل وسوى وقدر. ايه ده احنا بننسب نفسنا لمين؟ لا، لكن شوف الحديث بقى الصح وشوفوا الجمال. تقول لك لا اصل فرعون، يا فرعون ايش فرعانك، قال ما لقيتش حد يصدق. لا 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 لا، احنا لا ننتسب لهذا الامر ولا يشرفنا ابدا. ده كان تاريخ والكلام ده حلو، ده من ضمن التاريخ والحضارات، وشكرا. انا الايه؟ انا مسلم وساظل دوما مسلمه، ديني الاسلام، اهلي هم الاسلام، ابي وامي واهلي، والعزه بالفرد باتباعه لدينه ولسنته وسنه نبيه الاسلام. لكن ان انا اقعد اعمل خطاب يعني ايه ده؟ بيقول هو في ايه؟ وبعدين احط فيه حته فيترفض كله غلط. انتوا مش واخدين بالكم من الرسائل الخفيه اللي بتبث بحاجه زي كده؟ هرقوا واضحكوا واعملوا كل حاجه، لكن ابعد عن منظومه الاسره، ابعد عن الكيان اللي الكل شويه حد يجي يهد فيه. والظاهر احنا بنقول عشان حياتك تعيش وتعملي وتساوي، خطا اذا كان الراجل ذات نفسه رافض الصيغه دي والكلام ده.